Thank you. Mr. Premier, I'm with Bloomberg News. This year is the 40th anniversary of China's reform and opening. Over those 40 years, China's enjoyed unprecedented economic growth, and hundreds of millions of people have been pulled out of poverty. But it's becoming increasingly clear that China's entering a new era where problems are going to become more complicated, and that the model of reform and opening is also changing, I think highlighted by the restructuring of the government departments and the revisions to the Constitution that were passed by the National People's Congress this year. I wanted to ask you, what will the biggest difference be between reform and opening in this new era versus the past, especially when it comes to foreign investment and trade? Thank you. My name is Wilkelat Plumberg. اليوم عام الحالي يوافق ذكرى الأربعين لإصلاح الانفتاح في الصين، حيث حققت الصين خلال عقود الأربعة الماضية إنجازات كبيرة وقضت على عشرات مئات الملايين من الفقر، والآن ستواجه الصين مزيد من التحديات والصعوبات في العصر الجديد، ونعتقد أن أسلوب تنمية الصين سيتغير أيضا، مثلا إجازة تعديل مشروع تعديل هياكل حكومية. وأريد أسأل أنها أن مع الصين دخول إلى عصر جديد، أن أسلوب الإصلاح هل هناك اختلاف عن نمط الماضي؟可以说中国人民从开放当中得到了甜头。去年年初，习近平主席在达沃斯经济论坛发表演讲时，明确表示，中国将继续维护自由贸易，改开放是中国的基本国策。如果说中国的开放要有 الانفتاح علاقة وثيقة مع تنمية الصين خلال العقود الماضية، ودفعت تنمية في الصين وكثير من الناس يستفيد منها. كما قال رئيس شي جين بينغ في منتدى دافوس في عام 2014 أن الصين سيواصل الالتزام بالتجارة الحرة والانفتاح على الخارج. إذا تطرقنا إلى التغيرات الجديدة في وضع الانفتاح في الصين، فهو يعني أن الصين سيفتح الباب أكثر. قد اندمج الاقتصاد الصيني بشكل عميق في الاقتصاد العالمي، فإغلاق الباب يعني حيلولة نفسنا دون تنمية مع العالم.较大的空间和潜力，比如货贸易，我们进口商品的税率水平在世界是处于中等水平，但是我们愿意以更开放的姿态，继续进一步降低进口产品的税率 总水平，一些市场热销的消费品，包括药品，特别是群众患者急需的抗癌药品，我们要较大幅度的降低对抗癌药品力争降到零水平，零管。 أكثر أن التغيرات الجديدة يعني زيادة انفتاح على العالم، ويوجد آفاق ومساحة جديدة للانفتاح. على سبيل المثال أن تجارة البضائع، فالصين تطبق مستوى متوسط
الضرائب الجمركية على البضائع مستردة. ففي الماضي سوف تطبق الصين مزيد من انفتاحها وتخفيض مستوى العام للضرائب الجمركية للبضائع المستردة.会付出一些代价，但可以提高我们的产业的竞争力。下一步的重点还是要放宽服务业的准入，比如在养老、医疗、教育、金融等领域，我们会加大放宽的准入的力度，而且会逐步实现 取消或者是放宽股比的限制，在一些领域来做到。我们还会全面放开制造业，在这个方面不允许强制转让技术，我们将保护知识产权。 وبالنسبة لقطاع الخدمة، أن انفتاح مزيد انفتاح لقطاع الخدمة قد يدفع ثمن، ولكن ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرة التنافسية. وفي الخطوة التالية ستفتح الصين فتح أكثر لقطاع الخدمة، على سبيل المثال قطاع مراعاة الشيخوخة والمالية، لزيادة توسيع إذن الدخول. كذلك سوف تفتح الصين مزيدا لقطاع التصنيع، ولا يسمح بنقل ملكية فكرية إجبارية لحماية ملكية فكرية أكثر. 进行调整，就是要减少负面清单的目录。今年以后几年会逐步的调整来放宽准入，而且我们还要让力争或者加快推进涉外商投资的三个法律合并成一个基础性的法律，以实现 كذلك سنقلل البنود في قائمة السلبيات في المستقبل، ونسرع خطوات لاندماج ثلاثة القوانين المتعلقة باستثمار التجار الخارجيين ليكون قانون واحد، وتوسيع إذن الدخول. 已经批准了宪法修正案和政府机构改革的方案，我们会按照遵循宪法推进机构改革，更有利于坚持我们的基本国策。 وهذه عام الدورتان السنويتان وافقت على مشروع تعديل الدستور وتعديل الأجهزة الحكومية الوطنية، فسنواصل هذه الخطوات. لأن媒体界对中国的开放有这样那样的议论，我在报纸上也都看到，所以我多说两句。我们的努力方向还是要使13亿人的市场成为 中外各类企业、各类所有的企业都可以公平竞争的市场，给中国消费者以更多的选择，也促使中国产品和服务升级向高质量方向发展。 In terms of opening up our كثير من التقارير الواردة في وسائل الإعلام عن انفتاح، هدفنا
العامة هو جعل سوق ذي مليار و300 مليون نسمة سوق منافسة العادلة لمختلف الشركات الصينية وأجنبية، ولجعل مستهلكين الصينيين خيارات أكثر مزيد من الخيارات، وجعل قطاع التصنيع الصينية يرتقى. 当时看起来并不吸引的开放举措，几年回过头来看，可能令人惊讶。比如说五年前，我们简化了营司护照办理和出境的手续，结果从当时出境人次7000多万到去年的1亿3000多万，而且多数是消费旅游，所以看中国的开放不仅要看。 细节、领域更要看长远、全景。当然，开放是双向的，是相互的。这好像双人划船，光靠单人使力，搞不好是这个船原地打转。只有两人同向用力，才能继续前进。谢谢。 انفتاح الصين يجري بخطوات، وبعض الإجراءات الصغيرة ستؤدي إلى نتائج كبيرة. على سبيل المثال، قبل 5 سنوات قمنا بتقليل تبسيط الإجراءات على جواز سفر الشخصية، وفي ذلك الوقت كان عدد السياح الصينيين في الخارج 70 مليون سائح فقط، وفي العام الماضي بلغ هذا العدد 130 مليون سائح في أنحاء العالم. هذا يعني أننا يجب أن نركز على آفاق بعيد على للانفتاح الصين، وانفتاح يعني اتجاهين، يعني الشخص واحد يبذل جهود لا يكفي، قد يجعل السفينة أن تبقى في مكان الأصلي. شكرا. مواصلة طرح أسئلة.